بحيرة ساوة بحيرة العجائب أو ما تسمى بلؤلؤة الجنوب، تبعد 22 كيلومتر تقريباً شمال غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. أقدم البحيرات تاريخياً، زمن تكوينها يقارب 10,000 سنة، تبلغ مساحتها 5 كيلومتر. الغريب أن البحيرة مغلقة من جميع جهاتها، شلون تتغذى بالماء؟ تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية في تكوينها. تحتوي على العديد من المعادن والثروة السمكية، وفي ثمانينيات القرن الماضي ازدهرت وتم بناء قاعات وأماكن استراحة، والسائحين ظلوا يجوها من كل مكان. البحيرة مدرجة ضمن اتفاقية رامسار. للأسف اليوم البحيرة تعاني من إهمال حكومي وعبث مفروض من قبل المواطنين.